السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. الجزء اللي هنتكلم عليه دلوقتي في الفيديو بتاعنا او في الحلقه الجايه بتاعتنا هي الجزء بتاع ابلاينج ال ETLU. احنا اتكلمنا قبل كده على الباسنج البارامتر والانبوت داتا، وبعد كده فاليديشن بتاع سكيما، وبعد كده الباس بتاع الكونفيجريشن، وشرحنا الباس الكونفيجريشن قبل ال ETLU، لان احيانا بنحتاج بعض التيبلز او بعض الانفورميشن من الكونفيجريشن دي واحنا بنابلاي ال ETLU. الـ ETLU دي هي بيزنس رول، مش حاجة ستاتيك، يعني كل جوب ليها علاقة بالـ ETLU. احنا النهاردة احنا بنعرض مع بعض الـ ETLU، بنعرض شوية ETLU البيزنس اداها لنا مكتوب في الدوكيمنت وبنحطها في الكود بتاعنا. في ناس بتحاول تبني مور جينيريك كودينج ان تخلي الـ ETLU دي بارت من الجيسون فايل ويبقى الدنيا كلها جينيريك. احنا ما بنعملش كده في الجوب دي، ممكن بعدين في سلسلة تانية هنشوف مع بعض زي ممكن نمبلمنت جزء زي ده للكود، بس انا مش السكوب بتاع النهارده ان احنا هنعمل الاي تي ال رولز في الجيسون فايل، لا هنمبلمنتها ستاتيك في الكود، يعني الجوب بتاعتنا فيها ستاتيك كود بيشرح الاي تي ال رول. يلا تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنمبلمنت الجزء ده. طيب احنا دلوقتي هنخش عند المرحله الجديده اللي هي البارس انفايرمنت كونفيج. طب ايه هي الانفايرمنت كونفيج قبل ما نبدا نخش اكتر؟ طيب هنفتح كده الويب بيج بتاعتنا اللي هي كنا عاملين فيها المابينج. لو حد ما شافش الحلقه بتاعت المابينج لازم يشوفها. فقايلين من ضمن حاجات احنا عايزين نجيب سبسكرايبر اي دي عن طريق ان احنا نجوين مع حاجه اسمها امز ريفرنس، ده تيبل كده لوك اب مع سبسكرايبر اي دي، يعني جوين امزي بامزي ونجيب منه سبسكرايبر اي دي ونطلعه مع الكولوم ده. وقلنا لو هو مش موجود حط لي الايه الخمس تسعات دول ماينس خمس تسعات. طيب اوكي، طيب نروح هنا للكود. في ثلاث ملحوظات عايز اقولهم في الكود اللي احنا كتبناه في الجزء اللي فات. الجزء الاول ان احنا هنا اهوت احنا بنفترض ان هيرجع داتا فريم. طب الكود ده مش غلط، هو حرفيا في كريتيكال ايشو ودي لسه هنعملها في انهانس، بس لازم اقولها من دلوقتي عشان عارفينها. افرض الفايل ده مش موجود، يعني انت بتبارس فايل بتديله باس، الباس مش مظبوط بس الانبوت فايل او فاضي، هيضرب. ليه بقى؟ لان المفروض مثلا ان احنا عندنا هنا ترجع ايه؟ ترجع الداتا فورمات الداتا فريم او اي او اكسبشن، يعني لازم انت از بير فانكشنال واي ده كده افكت تايب، ده سايد افكت، لازم يبقى فيه لازم الفانكشن الانبوت في البارامتر والاوتبوت بارامتر يكونوا اكسبكتد. لو دول مش اكسبكتد ده معناه ان احنا عندنا سايد افكت وان احنا لازم ان احنا نعدلها، بس ده مش هنعمله دلوقتي. اوكي، نفس الكلام هنا اهوت، يعني انت دلوقتي افرض ان انت بس دي كيس يوريها شويه، ان انت افرض دلوقتي انت بتعمل بارسنج للسترنج وده مش شغال. طيب احنا خد بالكم في مشكله ثانيه، ان احنا هنا عملنا فانكشن مش عملنا تيست، فلازم ده فاليون تيست، ودي ممكن نعملها باكتر من طريقه للتستنج هنتكلم عليها بعدين. طيب نفس الكلام في الفايل هاندلر، احنا هنا برضو هنا اهوت احنا بنجيب مدينه سترنج يرجع فايل باس، افرض الفايل ده مش موجود ده بترجع سترنج، دي غلط برضو. اوكي، في برضو حاجه هنا نسينا نقولها، ان احنا البفر ده المفروض نقفله، البفر دوت كلوز. ايوه ماشي، وزي ما قلنا ان في طريقه افضل من دي ببيو كل بيو فانكشنال واي، ان احنا نبارس او ان احنا نقرا الداتا من فايل. اوكي، طيب كل ده خلاص هنقفل كل ده ونبدا مرحله جديده. حلو، انا هنا متخيل الجوب بتاعتي بيبقى لها انفايرمنت، يعني ايه؟ يعني تعالوا نتخيل، انا مش عارف هنا اعمل حاجه زي كده ولا لا، مش هعملها. اوكي طيب تخيلوا، نتخيل ان احنا عندنا هنا في ديف انفايرمنت، ستيجنج انفايرمنت، برودكشن انفايرمنت. اوكي، كل انفايرمنت ليها تيبل نيمز مثلا. حلو، او يعني في بعض الظروف بعض الشركات عاملين وان داتابيس كبيره وكلاستر كبير، بس عاملين في سكيماز، يعني سكيما بتاعت ديفلوبمنت، سكيما بتاعت ستيجنج، سكيما بتاعت برودكشن. بس احنا دلوقتي هنفترض ان احنا عندنا ديف كونفيج جواها حاجتين، جواها الكونفيج برام ده هنتكلم عليه بعدين، كونفيج برام ده هيبقى جزء من الاوتوميشن بتاعتنا اللي هو هنحط الجيسون ده فين، الجيسون ده دلوقتي هنبارسه لوكال، بس اف ده احنا عايزين المفروض لما نروح على البرودكشن ونعمل
فول بايب لاين، يبقى عندنا تيبل جوه الكونفيجريشن بتاع الجوب دي بنقرا منه الجيسون، بس دي مش هنعملها دلوقتي. اوكي طيب، بعد كده الجزء الثاني في عندنا ام زي ماستر. هل ام زي ماستر ده عباره عن ايه؟ تيبل اسمه ساند بوكس دوت ام زي ماستر. اوكي طيب، ده كده الكونفيج. المفروض دلوقتي عايزين نبدا نبارس الكونفيج ده. فزي ما قلنا احنا دايما هيبقى عندنا كل حاجه تكون كل حاجه تكون تايب. فهنعمل فاينل كيس كلاس كونفيج مثلا خلينا كونفيج بس. اوكي وهسميها هنا كونفيج بارام ده سترينج، و امزي ماستر ده سترينج. طيب اوكي احنا كده عملنا ايه؟ عملنا كونفيج الفود ان انا لما اشوف طريقه فانكشن تاخد الكونفيج ده ابصلها الباس بتاع الفايل ده وترجع لي اوبجكت اوف كونفيج اوف تو سترينجز. اوكي طيب هنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ المنطقيه ان احنا نروح على التيست ونعمل تيست الكلام ده اهوت. فنروح هنا اهوت نعمل نيو كلاس هنسميه ايه؟ هنسميه environment config test. اوكي انا تقريبا برضو كنت عامل كاتب التيست دي جاهزه عشان بس ايه نقفل دي خالص مش عايزينها. اوكي نقفل دي خالص مش عايزينها. اوكي اهي طيب هاخد دي كده. اهو طيب ايه التيست ده؟ والله تيست انفايرمنت كونفيج اكستراكتور. طيب انا عندي هنا اكسبكتد بارسد كونفيج اللي هو كونفيج اوف الفاريبل هنا اللي هي الساند بوكس دوت جوب كونفيج والساند بوكس دوت ام زي والساند بوكس دوت ام زي ماستر. اوكي ثانيه واحده وهنا بيكليم في مشكله صغيره هنا بيقول ايه؟ بيقول doesn't correspond to the file name. بيقول الفايل نيم مختلف. هو تعال نشوف احنا اصلا عاملين الفايل نيم ايه. ثانيه واحده اسمه فايل نيم مختلف. اوكي ثانيه واحده هو زي ما هو شايف. اوكي ماشي كده مظبوط. طيب فده كده الاكسبكتد. طب الاكشوال لسه هنكتب فانكشن. اوكي وبعد كده المفروض ان الاكسبكتد ايكوال الاكشوال. تعال نشوف كده ما بحبش الاقواس قلنا هنفكس الاقواس دي. المفروض ان دي تفيل دلوقتي. اوكي اوكي فيل قال لك ايه في البتاع ده؟ قال لك ان انا سوري انا عكستها كالعاده. المفروض دي كده هنا بس هي مش في اكتيف بس يعني مش كان سبارك بنحط الاكسبكتد او بعد كده الاكشوال. بس في الماتشر في السكاير فانسيود بتحط الاكشوال او بعد كده الاكسبكتد ايا كان. المهم هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاكسبكتد كونفيج اوف ساند بوكس دوت جوب كونفيج دوت ام زي ماستر ده الاكسبكتد. اوكي والاكشوال انت بعته لي نال. تمام طب واضح. طيب انا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل اناظر اوبجكت نسيت كنترول شيفت ان على طول بقى هنسميه ايه؟ طيب احنا ممكن هنعمل ايه؟ هنعمل كلاس لوحده ولا نحطه في حاجه ثانيه؟ لا تعال نحطه في نفس في كلاس لوحده انف كونفيج كونفيج ده يبقى اوبجكت. طيب الانف كونفيج دي جواها ايه؟ طيب المفروض ان هي جواها فانكشن ديف بارس and config. اوكي دي طيب اوكي هت الباس انف كونفيج دي المفروض ايه؟ بتاخد environment name string و هترجع لنا config conf ترجع conf. اوكي ترجع كونف. اوكي طيب بعد كده هعمل ايه؟ هقول فايل نيم. اوكي انا هنا اعتبر ان انا هبصيله هنا يعني الانف نيم هنا تبقى تيست سوري ديف برود ستيج
او ممكن تبصي للفول باث، بس انا هبصي الكلام ده عشان يعني تبقى اسهل شويه. فراح قايل له ان الفايل نيم ده هيبقى انف ماشي سلاش كونكاتينيت مع الانف نيم كونكاتينيت مع الدوت كونف صح، نعمل هنا ايه كده دوت كونف. اوكي طيب، وهستخدم عشان تبقى فيه، انا هستخدم اللي هو في لايبراري اسمها بيو كونف. عملها امبورت دلوقتي، امبورت لايبراري اسمها بيور كونفيج دوت اندرسكور ماشي. و ماشي دي جزء تاني عايزين نعمله. ماشي، المفروض امبورت السكالا برضو يوتيلز اللي هي بتاعت السكسس والتراي. سكالا دوت يوتيل دوت هنا سوري دوت فيلير اوكي و سكسس اوكي. طيب بعد كده هنا اقول له، هقول له ايه بقى؟ اقول له val read read config data. طيب دي المفروض ترجع ايه؟ ترجع conf equal. طيب هقول له ايه؟ read resource file. خد هنا اقول له import ال file handler اوكي. read get اوكي. تعيد احسن، get مش اسمها حلو صح. get resource file content of المفروض بقى نديها ايه؟ get resource file path اوكي of الfile name ده ماشي. اوكي طيب دي بقى المفروض تماتش. تماتش ايه بقى؟ عندنا حاجتين، اما ان هي succeed succeed ان هي جابت لنا الكونف str و ترجع لنا ايه؟ ترجع الكونفيج سورس دوت string of الكونفيج string دوت لود ال دوت لود ايه؟ لود ال لود الكونف اوكي. وهي هترجع رايت دوت جيت اوكي. طيب طبعا دي في مشكله تانية هنا، المفروض تبقى جيت او ايلس عشان هو مش موجود، بس احنا هنعالجها بعدين زي ما قلنا. هنعمل مرحله تانية، هنعمل ريفاكتور للكود ده. كويك كيس فيلير اوف اكسبشن، هيديله الفيموس اكسبشن بتاعنا اللي هو نيو ثرو نيو الليجال ارجمنت اكسبشن. طبعا ما ينفعش تعمل الكلام ده، بس هنصلحه بعدين لسه. طيب ماشي. وبعد كده المفروض نرجع ايه ده؟ المفروض الايه؟ الكونفيج فايل كونفيج داتا. نرجع الكونفيج داتا. خد بالكوا ان الفانكشن دي فيها مشكله، فيها مشكلتين دلوقتي. المشكله الاولى ان احنا بنباصي ستاتيك كيس كلاس، مش يعني سوري مش بس ستاتيك، يعني هي ديزايند بشكل للكونفيج ده بس مش جينيريك. حاجه تانية ان هي بتفترض حاجتين، بتفترض ان دايما هيجي لك كونفيج، مع ان ممكن يجي لك حاجه تانية. ممكن يجي لك هنا مثلا اكسبشن انه ما عرفش يقرا الفايل، او الفايل مش موجود، او اكسبشن الليجال ارجمنت اكسبشن، او ما عرفش الباس. في اكتر من كيس، فعايز ما هندهاش الكيس دي، بس هفترض ان هو موجود. يعني ده فرض اللي هي ايه البيست سيناريو اوكي. وهنعالجها الفيديو اللي بعد الجاي ان شاء الله. اوكي طيب هنروح هنا للتيست هنا، نقول له طيب هنا المفروض نقول له هنا import import ايه بقى؟ import config dot pass. اوكي طيب تعالوا كده نرن دي، شوف تضبط ايه. اوكي ماشي، هو عايز الامبليسيت دي، الامبليسيت بتاعت البيور كونفيج. لايبراري البيور كونفيج دي مكتوبه بيور فانكشنال واي، ف
هي بتستخدم generic implicit جواها، فعشان كده لازم نعمل import لل pureconfig.generic.auto. اوكي كده هي باظت successfully. عايزين بقى حاجة صغيرة جدا، عايزين نعمل تحديث في الكود ده عشان يقدر يقرأ الكلام ده بشكل generic. هنعمل ايه؟ هنشيل دي وتبدأ ان هي ترجع لنا تي، وان الفانكشن دي تاخد تي. التي ده بقى ايه؟ التي ده المفروض يكون من طيب config config reader. اوكي ماشي، والمفروض ترجع تي صح كده. في حاجة ناقصة ايه؟ found t expected config. فين expected config؟ اوكي ثانية واحدة، المفروض هنا تبقى t. اوكي خلاص كده. طيب تعالوا نروح هناك، لا مش هنا، هنا ممكن نقفل ده مش عايزينه. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا محتاج تبصيلي ده as parameter conf، والمفروض كده تشتغل كده. تعال نشوف كومبايل اصلا، لا ونان يو تيست تاني، المفروض مفيش حاجه تتغير. جميل جدا، احنا كده يعتبر خلصنا الجزء بتاع ال environment config، يعني الحته بتاعت environment config almost خلصت. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.